ازيكم يا شباب؟ هنكمل مع بعض ان شاء الله ال Viralize Automation 8.7. بنعمل له ديبلوي من خلال ال Viralize Lifecycle Manager زي ما قلنا مع بعض. شباب، القناة بتاعتنا هنا احنا شارحين فيها ال Home Lab ديت، اللي هو شارحين الخطوات انشاء ال VCF وال Viralize وال NSXT وال vSphere وال vCenter. كل الكلام ده على في سيرفر واحد فقط من خلال ال هنا، لكن هنا حبينا ننشئ، وكنا ممكن ضمنها نكمل على الفيرلايز لايف سايكل مانجر ونكمل كل الكومبوننت، لكن احنا حبينا نعمل ستاندرد فيرلايز لايف سايكل فيرلايز كومبوننت وكملناها هنا. وعملنا معاكم 4 فيديوهات في الفيرلايز اوتوميشن، هنكمل مع بعض ان شاء الله. هنا عملنا الفيرلايز في اي دي ام الورك سبيس 1، واللي هو الفيرلايز لوجن سايت، وهنكمل كل الستبس ان شاء الله. طيب احنا هنكمل، ادي الفيرلايز اوتوميشن. كنا دخلنا مع بعض احنا الجزء اللي فات وشرحنا التمبلت او التوبلينت وازاي نعملها ديبلوي، وشفناها على الفي ام وعلى الفي سنتر ازاي بتظهر وكده. احنا دلوقتي بالنسبه للوجن، بالنسبه لنا كنا عايزين نعمل اكسس، فكنا قبل كده بندخل بالديفرنت اللي هو اللوكال اللي هو بتاع الورك سبيس 1 ده، وكنا بندخل بالكونفيج ادمن. طيب انا دلوقتي عايز اعمل اكسس بحيث انا اقدر ادخل من خلال اللي هو اللاب دوت الدومين بتاعي، بحيث ان اعمل يوزرز كده. فلا، مش هيسمح لنا غير لما تعمل اساين من جوه الورك سبيس نفسه، من او قصدي من خلال من ايه من خلال ال من تخش الكونفيج ادمن، تروح هنا على اكتيف يوزرز، وتعمل على انتربرايز جروب، وتعمل هنا اساين، تعمل اساين رولز مثلا، فتختار هنا مثلا، نختار مثلا يوزرز عربي. طبعا دي انا عندي او يو يا شباب، او يوزرز عندي جوه الاكتيف دايركتوري بتاعي اهيت، في هنا ايه فيرلايز يوزر فيرلايز ادمن. فطبعا انا دلوقتي بضيف فيرلايز يوزرز اهيت، فيرلايز داش يوزرز ات دبليو سي. طيب ايه اللي هتحطها؟ تخليها اونرز او ممبرز؟ انا ممكن اخليها ممبرز بس بحيث ان يقدر ياكسس، انا واخليها اونرز زي ما تحب. فلو خدنا ممبرز هنا تمام، واقدر اضيف له بقى، يقول لي طب بالنسبه للكلاود اسمبلي الراجل ده ايه مثلا ادمنستريتور، ولا اقول له لا ده مجرد ايه يوزر اهو تمام. طيب ايه تاني؟ اقول له بالنسبه للكود ستريم برضو يوزرز، انا عملت الادمن دي ليوزر تاني، فده يبقى له صلاحيات اقل، وهكذا. ان تقدر تعدل انت الموضوع بقى بالنسبه لك لكل الناس اهو كده، عندك خلاص كده كل حاجه اكتر من حاجه زي ما انتم شايفين هنا كده يا شباب. هنا خليته تورول، هنا برضو خليتها تورولز، اشيل ديت وخليها يوزرز. طبعا انت هتجي لك الكاستمايز من الكاستمر نفسه اللي هو عايزها بالظبط في الاخر، خلاص تقول له اساين كده. انا عملت الاساين بالنسبه للايه لليوزرز، فاي حد جوه اليوزرز ديت يقدر ياكسس معايا. طب تيجي نجرب كده، نقول له ساين اوت. عندنا ايه اليوزرات اللي عنده بقى عشان ناكسس بيها؟ طيب هي المعلومه، هي اليوزرز ديت 1 و 2 3 دي انا حاططها جوه ايه اليوزرز هنا. فنيجي نقول له لوجن، هيجي يقول لي لوجن، هتخش بانهي اكونت؟ اقول له لو سمحت انا مش عايز اخش بسيستم دومين، عايز اخش بديفرنت اللي هو ايه اللاب تمام. واقول له انا عايز اخش بايه يوزر والباسورد، نعمل لي نفس الباسورد، ونقول له لوجن. دخل معايا ايه باليوزر اهوت، وجاب لي ال4 حاجات اللي عملتهم فيهم كيوزر تمام. طيب اليوزر ده هيبقى حاجاته محدوده، يعني لما تيجي تعمل فده انت ممكن تخليها اليوزر معين يبقى ليه مديله صلاحيات محدده. انا مش عايز كده، انا عايز صلاحيات لكل الايه للفل. طيب انا اقول له اطلع بقى معلش من بره. طبعا انت ممكن تقسم الكلام ده على مستوى التيننت، بس بعدين نشرحها دي. انا دلوقتي هقول له خلاص انا عايز المستوى الادمن، فاقول له اطلع. وانا عملت طبعا اللي هو ايه الاورجنايزيشن يونرز اونر، وعملت انه ادمن، فانا اقول له انا عايز ادخل بالايه بالادمن. طبعا كل الحاجات دي دخلت ليه يا شباب؟ انا عملت خلاص الكلام ده جوه الفي ريلايز اوتوميشن. الغلطه بتاعتنا لو حد كان متابعنا في الاول، كنا احنا بنحاولها جوه الورك سبيس 1، كنا بنحاول نعدل الصلاحيات والرولز هنا. لا، انت ما تعملش حاجه هنا، الشغل كله من خلال الفي ريلايز اوتوميشن اللي انت عملت انتجريشن، هو ده كله، خلصت الموضوع هنا بقى تكمل. طيب احنا بقى الحاجه اللي عايزين نكملها معاكم وما شرحناهاش بالتفصيل قبل كده، اللي هي موضوع الانفراستراكشر. هنا عايزين نشرح الخطوات دي كلها بالتفصيل. خلاص احنا عملنا، الناس اللي كانوا معانا متابعين، احنا عملنا موضوع اللي هو ان انا ازاي اعمل ويزرد نيكست نيكست، خلصته وعمل لي كل حاجه. انا دلوقتي عايز، لا انا عايز ابدا من الصفر واعمل كل حاجه بنفسي، خلاص، لان انا ممكن يطلب مني حاجات مختلفه. خلاص فانا بالنسبه لي اول حاجه محتاج انشئ جوجل اكونت، كلاود اكونت. تاني حاجه انشئ الكلاود زون. رابع حاجه انشا البروجكتس، وبعدين انشا اللي هو بقى ايه الفلوفرز والايمج والنتورك بروفايل والستورج بروفايل. طيب نبدا اول حاجه،
ايه ننشئ كلاود اكونت. طبعا لو هننشئ على الفي سنتر مجرد نحط اليوزر نيم والباسورد والكريدنشال بتاعته ونعمل فاليديت ونضيفه وده يضيفه عبيطه يعني ما فيهاش اي حاجه خالص. حط اليوزر نيم بتاعنا الفي سنتر هنا, حط اليوزر نيم بتاع الفي سنتر والباسورد والنيم بتاعه اللي يظهر وهكذا يظهر معايا. تمام يا شباب, اصلا عملناها في الكويزر ده مش راضي لان طبعا انا عامل عليها بروجكت وقصص, فاحنا بس وضح لنا الفكره والموضوع بسيط. مجرد تعمل الاكونت تقدر تنشئ بعديها الايه الكلاود زون. هتعمل الكلاود زون تنشئ هيقوم جاي يربطه لك على طول بايه, هتربطه بكلاود معين خلاص. ف انشات الاكونت دلوقتي انا عايز انشئ الكلاود زون نفسها, فبقول له الريجن طبعا يظهر معايا الفي سنتر. الكلام ده يا شباب بينطبق على الامازون والويب, اي حاجه تانية كلاود تقدر تضيف عليها, اهم حاجه الريسورس. طيب هنا البليسمنت بوليس يا شباب, في عندك ايه ثلاث حاجات. ديفولت اول هوست ينفع حط على طول ما تفكرش, اللي هي بين باك ديت انا عايز املى الدنيا كلها ريسورسز تكون مملية اول باول عشان ما اسيب مملاش ما اوزعش. فانا عايز مثلا اول 10 هوستات يتملوا على الاخر, فاول مثلا اللي هو الهوست الخامس اتملى على الاخر والهوست السادس اتملى نصه حطه في السادس وهكذا خلاص. طيب السبريد لا يا باشا, انا عايز الدنيا تكون متوزعه على قد ما تقدر, فاي اقل هوست فضيان حط فيه. تمام يا شباب, ده الاختلاف بين الثلاثه. الديفولت اول هوست, طبعا نقدر التفاصيل هنا هيت اول حاجه ديفولت اون ايه ذا فيرست ابليكاب, اول واحد ينفع تحط على طول ديت. لا ان ذا موست لودد, اكتر هوست لودد حط فيه عشان ايه نملى الدنيا خلاص ونخلص. سبريد لا, حط لي انا عايز توزع بحيث ان الدنيا تكون متوزعه على كل الدنيا عندي وتوفض الدنيا. طيب لو عندك فولدر محدد اختاره هنا, انا ما عنديش غير طبعا الديسكفر كده, ده واخده من الفي سنتر. لو انت عايز تضيف كابابيلتي معينه وتاجز معينه تقدر تبحث عن التاجز اللي انت عايزها, تقدر تنشئ تاجز, تقدر فهمني زي ما انت تحب. واخد بالك التاجز اللي انت عايز تضيفها من هنا او تقدر تنشئها اصلا. شباب نختار نقول له ايه الاكونت, خلينا في الاكونت بتاعنا اربط لنا عليه. تمام كده ناقصه حاجه عشان يعمل كرييت اللي هو النيم, فاحنا هنعمل نيم جديد. بس مجرد ايه نيم كده بس نعرف فيه نفسنا, ده هنسميه ايه في سي اس اي زون. تمام يا شباب, ده بس نوريك ان احنا ننشئ الزون ازاي. كده احنا عملنا حاجتين. طيب الحاجه الثالثه عايزين ننشئها اللي هي محتاجه مثلا نقول بروجكت. طيب البروجكت قلنا يا شباب البروجكت عباره عن حاجتين اتنين مع بعض, هو يعني المكان اللي هي الريسورسز واليوزرز. بس البروجكت عباره عن حاجتين, الريسورسز واليوزرز. ادي اليوزرز تمام, تقدر تختارهم من الورك سبيس 1 او تقدر تختارهم او تعمل او تنشئهم انت مباشره من هنا. والبروفيجننج او الحاجه اللي تحط فيها اللي هو الزون بتاعتك بقى ايه, سواء من الكلاود زون او فيرتشوال, او تقدر حتى على الكوبرنتيز او الدوكرز او لو هي عندك. تمام اليوزر اهوت, فقال لي ايه عندك ادمن, قلت له ادوس ايه, اقول له تمام ونخلي ده ادمن ونقول له تمام. وهنشئ يوزر تاني وهسميه يوزر, هيجيبه لي برضو واقول له الراجل ده مش ادمن لكن هو ممبر وفيور وكل اللي انت عايزه, لكن مش عايزه ادمن. تمام كده عملت يوزر ادمن ويوزر. طبعا ممكن نختار جروب زي ما انتوا خدت بالكم, في امكانيه نضيف جروب برضو. طيب البروفيشننج بقى الديبلويمنت هيروح على انهي, انا ممكن اختار نفس الكلاود اللي احنا انشاناها اللي هي اهي. طيب البريوريتي يا شباب والكلام ده ممكن نعدل فيه, السي بي يو ليميت, الاستورج ليميت, الميموري ليميت. انت عايز تعمل على كل بروجكت مساحه معينه ما يتعدهاش, بحيث ان انت ما تدينش الدنيا, ما فيش واحد يعمل كونسيوم لكل حاجه عندك, تقدر تعملها من دلوقتي من هنا وتقدر تعدلها بعدين. كده احنا ايه عملنا الحاجتين بتوع البروجكت. تلاحظ يا شباب من الاول خالص انا عندي كلمه الكريت اهي تحت, تقدر اعملها انيبل, لكن انا ايه قاعد اتعدى. دي نقطة برضو مهمة ان انا قاعد اعدي من هنا لهنا لهنا, قاعد اعدل ده كله وهو سايبني اعدل تحت براحتي. في البروفيجننج جزء كويس مهم ان انا ابدا اركز في الاتربيوتس تحت اللي عندي دي بحيث ان تساعدني. طبعا هو جاب لي البليسمنت سبريد ولا ديفولت زي ما قلنا عليها مره قبل كده. لو عايز اضيف تاجز عندي في الريسورسز, هل نخليها مثلا مجرد الريسورسز دي, ولا عايز اضيف حاجه باسم البروجكت معينه بحيث ان هي دايما يحط على البروجكت ده. لو انت عايز النتورك كونسترينت, لو انت عايز تسمي حاجه خاصه بالنتورك يبقى انت عارف ان ده خاص بالنتورك ده. الاستورج, الاكستنسبيلتي, كل الكلام ده. طيب هنا بالنسبه للكاستم اتربيوت لو انا عايز اعدل عليها او اضيفها, النيمنج لو عايز اعمل نيم كونفنشن, والتمبلت تايم اوت بتاع الكريشن بتاعها او امتى ينتهي,
كل المعلومات دي يقدر تعمل لها كاستمايزيشن يا شباب. انا بالنسبه لي اقول له ايه، اعمل كرييت وخلاص. تمام كده يا شباب، احنا كده انشانا البروجكت. بعد البروجكت نقدر ننشئ الفلوفر مابينج. طبعا اهميته زي ما قلت لكم يا شباب، لما تيجي تعمل بعد كده ديبلوي محتاج اعرف الفلوفر بتاعي، فانا اقدر انشئ 4 فلوفر او اكتر زي ما احب يعني. فانا حسب، فانشئ واحد مثلا هاي، وانشئ واحد ميديوم وسمول. هنا عملت النيم بس بتاع الفلوفر، هنا هيجيب لكم اللي انت عايز تعمل عليها الكلاود بتاعتك، الكلاود زون. مجرد تعمل المفترض يبحث يجيبها لك، ولسه بس عشان احنا شباب جايب الكلاود بتاعتنا اهيت. نقول له ايوه تمام. طيب السي بي يو هنقول له مثلا في الهاي ده هنخلي السي بي يو مثلا 4 والرام فلنقل مثلا ايه 6 8. خلاص طيب انا ممكن اضيف يا شباب لو عملت زائد هنا، عارفين المفترض ايه؟ بيفترض ان انا عندي كلاود تانية. خلاص يعني مثلا على امازون، على يعني عايز اخلي هاي ديت بالنسبه للفي سنتر تبقى كذا، بالنسبه للامازون كذا، بالنسبه للاجور كذا، فاهمني؟ طيب انا طبعا مش عايز غير واحده بس، هقول له خلاص كرييت وابدا انشئ اللي بعدها ايه للميديوم والتايني وسمول وهكذا. ده وقت التايني برضو عملت له اصغر حاجه. خلاص ما بين الهاي والتايني اقدر احط ميديوم وسمول، ومثلا اظبط في الرامات والبروسيسور اكتر يعني. تمام، بحيث ان يكون الدنيا مظبوطه. طب الايمج مابنج بقى، الايمج مابنج انا انشات واحده معاكم المره اللي فاتت، وننشا واحده ثانيه ببساطه اهوت. انا بشاور على كلاود هناك برضو بسميها ايمج مابنج. الريسورس هتروح على في سنتر. عندي انا طبعا اهي دي سي اللي شبكته كويس ان هي ظهرت، هنخليها هنا كفايه. من مش بدل ابونتو ونقول له انا عايز اسميها فين، خليها على البابليك ونقول له كريت. يعني بعد كده انا اقدر يا شباب انا محتاج احط التاج ده بحيث ان يسهل لي انا بقى استدعيها في اي وقت يعني. طيب البروفايل بسيط برضو زي ما عملنا اهو، نعمل هنديله نيم طبعا هو مكانه، نقول له مثلا بي سي اس اي نتورك. تمام انا في ده نتورك بروفايل كابابيلتيز. لو انا عايز اعمل له تاجنج اقول له مثلا بي سي اس اي نتورك. خلاص اي حاجه احط فيها التاج ده اعرف ان ده خاص بالنتورك في سي اس اي بتاعي. طيب النتورك بقى عايز في الحاله دي تدي له ايه؟ هدي له ايه؟ بورت جروبز. جاي جابني كل البورت جروبز، اختار انا اي بورت جروب انا عايزه. ممكن انشئ انا بورت جروب لكل حاجه انا تحديدا عايزها. فلنقل مثلا انا عايز اخلي البورت جروب بتاعي مثلا لي اللي هو ديت. يفضل طبعا حضرتك تكون مجهز نفسك وعارف الفيلا اللي انت تستخدمها بحيث تستخدمها مثلا تضيفها. ادي النتورك. لو انا عايز اعمل تاج ليها معين، عايز اعمل لها مانج اي بي ادرس هنا وابدا احط لها بقى. لو انا حاطط لها ايه استاتيك معين، رينج معين، واقول له ايه الرينج اللي عندك. انا عندي دي مستخدمه قبل كده مره خلاص، فممكن استخدم دي مره هي زي ما استخدمها قبل كده مره. صغر نشوفها. اللي تتابع معانا الفيديوهات شباب انا اخترت دي مره قبل كده، فهي سهله انا ممكن اختارها هي نفسها وخلاص. فا او ايه اعدل واعمل واحده جديده واضيفها. تمام انا ممكن اضيف واحده من هنا، ممكن اخلي هي نفسها موجوده وخلاص كده. هي قال لي نفسها موجوده ولا ايوه، قال لي خلاص. طبعا انا كده ما اخترتهاش، انا لازم اقول له ايوه انا عايز دي. تمام تمام طيب كده خلاص. النقطه الثانيه واقدر احذفها طبعا زي ما انتم شايفين. لو انا عايز اعمل بوليسي معينه اقول له ايزوليت، واقول له انديمان نتورك اللي انا عايزه، واقول له انترنال واكسترنال وسي دي ار واكسترنال اللي انا عايز اعمل البوليسي اللي انا عايزها. تمام طب انا كده ما انشاتهاش اصلا. خير، المهم الصوره واضحه يا شباب في موضوع النتورك بروفايل. اخر حاجه الاستورج بروفايل، نقدر نقول له انا عايز انشا ستورج بروفايل. هيقول لي هتحطها فين، هتحطها في نفس الكمبيوتر ده. ونقول له في سي اس اي داش ستورج بروفايل. طبعا هو لو اس اس دي، لو فيرست كلاس ولا ستاندرد كلاس بالنسبه لك ده الستور اللي عندك ايه. دي لو في بوليسي عندك طبعا فيسان، فبتختار البوليسي اللي انت عايزها سواء سيم بقى او سيك او لارج او حسب البوليسي اللي عندك، او زي فيسان او دي او انكريبتد. فبتختار الديفولت مثلا او حسب اللي انت عندك الكاستمر بتحتاجها. الداتا ستور لو عندك كلاستر معين تختار منه سبورت انكريبشن ومش سبورت، كل الكلام ده. وتقدر تكتب هنا ايه سي اس اي ستورج. اذا عملت تاج للستورج بتاعتي اقدر استفيد منها بعدين. كده انا انشات الستورج بتاعتنا يا شباب. خلاص طيب.
الانتجريشن يا شباب، اقدر اعمل الانتجريشن مع التيرا فورم. الريسورسز هنا جايب لك كمبيوتر ريسورسز، الهوستات اللي عندي، الديسكات اللي عندي في سنتر نفسه ظاهره هنا، هي الاربع هوستات دولت ظاهرين عندي. النتورك جايب لي كل البورت جروبس. السكيورتي لو عندك حاجه مرتبطه بالسيرتي كده كان يظهر لك هنا. الستورج جايب لك كل البوليسي اللي جوه الستورج عندك، ولو عندك كوبرنتيز تمام. ودي تيرا فورم اقدر اعمل له انتجريشن برضه، واظهر منه حاجات هنا. طيب كده انا يا شباب انشات كل الحاجات اللي ينفع اعملها انا كايه كمانجمنت، بحيث ان وقتها اقدر ارجع للديزاين تاني وانشئ سواء نيو تمام، او استخدم حاجه موجوده واعدل عليها. فانا ممكن اقول له ايه بلانك، او ممكن اقول له اعمل لي كلون لاي واحده منهم. فلنقل نقول له مثلا بلانك، ونوريكم تاني بس اللي احنا ايه ونسميها نيم في سي اس اي داش نيو تمب خلاص. وممكن اعمل له الاو ان هي ايه تشير مع اي بروجكت اخر، وممكن اخليها بس ايه جوه البروجكت بتاعي. طب انا لازم اختار لها ايه البروجكت اللي هيكون عليه. فاحنا ما عندناش بروجكت جاهز ولا ايه؟ لا احنا عندنا الفي سي اس اي بروجكت اللي انشاناه، نقول له كرييت كده انشاها لنا يبدا هنا. طب انا يا شباب اخطاء قلنا تاني اختارها من اللي انا ما عنديش الان 6 ما احطش ان 6، عندي في سفير احط الايه تبع الفي سفير بقى تظهر معايا هي. اقدر اختار الايمج بتاعتها من هنا. قال لك عندك مثلا الايمج بتاع لينكس هنا لسه عاملها دلوقتي معاكم. تلاحظ ان الاحمر اتشال مباشره اهوت. اقدر اضيف نتورك، اقدر اربط النتورك بالنتورك معاها تمام. اقدر اضيف تاجنج، اقدر اضيف كونسترينت اهو، ادي كونسترينت. ايه اللي كونسترينت عايز تضيفه؟ اقول له تاجنج. ايه التاجنج اللي عندك؟ لو مثلا نقول له ايه ضيفان على الاكونت ده كده. انا خلاص ضفت الايه التاجنج. المعلومات دي يا شباب اقدر اضيف اعدل فيها هنا تمام. اقدر اعمل تيست بقى يظهر عندنا حاجات في الكتالوج دي اللي ممكن تظهر للكاستمر. يا شباب بقى دي كلها احنا لسه عاملينها، هو دي الحاجات اللي احنا عملناها مع بعض تظهر معانا بره هنا في الكتالوج. نجيبها تاني. وطبعا اقدر اهي لما رحنا سيرفيس بروكر، سيرفيس بروكر جاب لنا ايه الحاجات اللي ايه عملها ببلش على الكتالوج. اقدر اعمل ريكويست لواحده منهم تمام. فلناخد مثلا ديت، هيقول لي عايز منها قد ايه، كام سي بي يو، كام رام، وبعدين يعمل سبميت. لو انت عايز منها فيرجنز تقول له جيل فيرجن كام. لو عايز تسميها اسم معين تغير اسمها، عايز تعدل في الابروفل والحاجات دي كلها تمام. معلومات نقول له سبميت. نلاحظ بدأ يظهر لنا على طول اوتوماتيك اهوت عندنا. ماشي يا شباب، ودي يكون نهاية معايا الفيديو الاولاني. دلوقتي الفيديو الرابع، اتمنى تكونوا استفدتوا ان شاء الله. ولو في اي حد عنده اي تعليق يا ريت يشاركوا معانا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.